حبيبات قلبي، اليوم بدي أحكي عن رفيق دربي، الأستاذ عبد الوهاب الحسكي. تعرفنا على بعض بمسرح الحر، تعرفنا على بعض أكثر لما أنا بلشت أنتج، ولما أصبحت مخرج في الإذاعة، وهو كان من المميزين بمسرح الأطفال دمى، كانوا مجموعة. الله يرحمه راح بسرعة، بس عمل معي دور جميل جدا، دور بإنشودة الأمل، وكان كتير خفيف الظل أمام الفنان الكبير بسام حسني. لكن القضاء، المرض، الضعف، وما كان في مين يوقف مع الفنان لا صحيا ولا معنويا، ولهلأ الوقوف مع الفنان المريض ضعيف وما بيقدم كل الإمكانيات اللازمة، إذا ما حدا من المسؤولين تعاطف معه ووقف معه. الله يرحمه، ما بقدر أقول غير هيك، لكن كان صاحب صوت مميز وأداء مميز ومتواضع، وأحد مؤسسين مسرح الحر في سوريا. الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة. وشكرا لكم لأنكم عم تتابعونا وتتحملونا، بس العرفان الجميل لازم دائما نحافظ عليه. الشامي هيك بيقولوا عنه، أنه مضياف وظريف وكريم، ودق الباب بيفتح لك، وبتعرفوا لما استقبلنا كثير ناس من برا، إن كان من بيروت ولا من العراق ولا من أي بلد شرفت لعنا، حتى بغداد، نحن بيت كرم. أرجو أن يكون كل الوطن العربي كرم. نعم حبيبات قلبي، الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة. نلتقي الأسبوع القادم مع شخصية مميزة في قناة حكيم متجف. السلام عليكم. يا أبي خلي ثقتك بالله كبيرة، بعدين عم تقول إن الموضوع لحد هلأ مجرد شكوك، والطبيب طمنك. لا ترهق حالك بالوقفة، بإمكانك تجيب كرسي وتقعد عليه وترتاح وتراقب الطلاب وانت قاعد. لا أنا بحب أتجول هيك بيناتهم، بشعر بسعادة وأنا عم شوفهم عم يلعبوا. بس انت يا أستاذ لازم تراعي صحتك. شو رأيك؟ أنا ممكن أسعالك بإجازة طويلة، إذا كنت متضايق احكي. الحقيقة أنا مالي عرفان كيف بدي أبدأ معك، بس أنت لازم تعرف كل شيء، أنتوا لازم توقفوا معه وتساندوه. أنا من جهتي عرضت عليه إجازة بس رفض. بس هالشيء اللي عم تعمله يا أستاذ مو لصالحك، أنت لازم تواجه الأمور، لازم تشوف نتيجة التنظير والخزعة لحتى تعرف كيف بدك تتصرف. يا سيدي ونحن كمان مبسوطين ومسرورين كتير منك، خاصة بعد المجهود اللي عملته لإنشاء فرقة موسيقية للمدرسة، ونحن بانتظار حفلة آخر السنة بفارغ الصبر، لأني متوقع نتائج عظيمة.